أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من مسيرة وطن، والتي خصصناها بالكامل للحديث حول تفرد الإمارات كواحدة من أهم الدول في مجال الفضاء. يعني هذا الحلم، هذا الطموح الذي بدأ منذ استقبل المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان الهيان وفد بولو، وحملوا تلك الصورة، حملها هزاع المنصوري إلى الفضاء. يعني عمر في 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 تقدير الحضارات وتقدير الدول وتقدير أيضا الجانب المعرفي والعلمي قليل، ولكن 50 عاما كانت كفيلة بإرادة الإمارات، بإرادة كوادر دولة الإمارات العربية المتحدة، بتمكين هذه القيادة الحكيمة ورؤيتها الاستشرافية بأن يصبح الإمارات اليوم قادر على الوصول إلى تلك المصاف بأيادي بسواعد إماراتية. ولله الحمد، حلم وطموح زايد بات اليوم حقيقة، ونتغنى به كما نتغنى بتلك الكوادر الإماراتية. في هذه اللحظات أذهب إلى موسكو عبر التيمز. ينضم إلي عبد الله الحمادي، رائد محاكاة الفضاء بمركز محمد بن راشد للفضاء. أخوي عبد الله، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور أخوي أحمد، مسي عليك وعلى الأخوان الموجودين، وشاكرينكم الاستضافة الجميلة. ربي يحفظك. شكلك طالع من الكبسولة الحين ولا داخل؟ لا أخي، أنا أكلمك حاليا من مركز العمليات الأرضية أخوي صالح العامري، كل متواجد داخل الكبسولة. طبعا إحنا اليوم الحمد لله نمثل دولتنا في مهمة الإمارات لمحاكاة الفضاء. المدة هذه تقريبا تمتد ل8 شهور، وأخوي صالح الحمد لله داخل، وقرب إن شاء الله أنه يطلع، مو باجي إلا إن شاء الله أيام بسيطة إن شاء الله، وبيكون خارج الكبسولة، وبرد إن شاء الله لكم البلاد بالخبر الطيب. أنا قاعد أتكلم مع المهندس عبد الله الشحي، رئيس قسم الأبحاث الاستراتيجية بوكالة الإمارات الفضاء، ضيف حاليا، نوجه لك التحية كذلك. فيقول لي 7 شهور في الكبسولة أخوي صالح، صح؟ بعد 7 شهور كمل تقريبا؟ تقريبا 7 شهور، نعم، وباجي ان شاء الله الحين 7 شهور ونص، يعني ان شاء الله لين 3/7 ان شاء الله بيكمل 8 شهور، 240 يوم كامله في عزله تامه عن العالم الخارجي، ما يعرف شو اللي يصير برا، بعيد عن اشعه الشمس، في تقريبا 70 تجربه من مختلف جامعات العالم، بالاخص 5 تجارب من جامعاتنا المحليه الحمد لله من الدوله. إن شاء الله التقارير والبيانات بيتم جمعها إن شاء الله بعد المهمة ومقارنتها في المهام اللي سبقتها، وإن شاء الله بنرجع لبلاد إن شاء الله، وبنشارككم إن شاء الله المعلومات هذه إن شاء الله يأهل عن طريق مركز محمد بن راشد بإذن الله. يأهلكم هذه التجربة، تأهلكم لماذا أخوي عبد الله؟ الله يسلمك أخوي أحمد. اليوم وكالات الفضاء في العالم متمثلة في وكالة الفضاء الأمريكية، وكالة الفضاء الروسية، وكالة الفضاء أيضا الأوروبية، والحمد لله دولتنا الإمارات متمثلة في مركز محمد بن راشد للفضاء، وكالة الإمارات للفضاء بعد، أنهم توجه عندهم الحين للكوكب الأحمر وبنفس الوقت للقمر. فتوجههم هذا يبني انك انت تاخذ المهام اللي هي الطويله اللي تستمد تقريبا من 6 شهور الى 8 شهور، وهذه احد المهام اللي احنا الحمد لله اليوم نتمثل فيها انا واخوي صالح. الحمد لله ان شاء الله المهمه قربت تخلص. هذه المهام تبين لك اثار العزله. طبعا انت لما باكر تبغى تروح القمر او تروح للكوكب الاحمر تاخذ وقت، تاخذ مده من الزمن. هذا الوقت طبعا انت جالس تبني عليه وقت يمر، وتجارب انت جالس تعملها، فاثار العزله هذه تاثر على الانسان. احنا طبعا اليوم ندرس اثار هذه العزله، وكيف احنا نحاول قد ما نقدر ان نقلل من الاثار هذه على اساس انه تخدمك في المهام الطويله في المستقبل. 220 يوم تقريبا؟ 240 يوم. 240 يوم داخل كبسولة، هل لها آثار محددة أخوي عبد الله؟
والله شوف، الدراسات الحمد لله اليوم كشفت لنا ان الانسان تظهر عليه اثار العزل من تقريبا من بعد 3 أو 4 شهور. وهذه تقريبا المرحله من بعد 3 أو 4 شهور الانسان او الشخص يحتاج الى دعم، يحتاج الى تحفيز، يحتاج الى تفكير بالدور اللي جالس يقدمه او الدور اللي جالس يقوم به، انك انت في النهايه تستخدم البشريه في استكشاف الفضاء. الحمد لله التجارب اللي سواها اخوي صالح والطاقم الموجودين معهم بينت النتائج، الحمد لله بينت ان كيف انت تقدر تتغلب على هذه الصعوبات اذا واجهتك في المستقبل. جميل للغاية. يعني هذا الموضوع كذلك يخليني أشارك بالحديث اللي تكلمت فيه مع أخوي عبد الله الشحي. اليوم أنتم عيال البلاد، والمكان اللي وصلتوا لها والمكان اللي وصلت لها الإمارات، كيف تتكلم عن أو كيف تختصر تمكين أبناء الإمارات من خوض غمار هذا المجال، مجال الفضاء؟ المهمة طبعا هي المهام بشكل عام خاصة اللي تتعلق في قطاع الفضاء أبدا ما تكون سهلة، خاصة أن أنا أتكلم منك أنا كإنسان عايش في هذه التجربة. أنا بعيد عن الدولة تقريبا صار لنا أكثر من 8 شهور أو سنة تقريبا، بعيد عن دار الخير، بعيد عن يعني الأجواء الروتينية اللي أنت كنت تسويها في اليوم. بس احنا دائما نستذكر مقولة الله يحفظه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، إن دولتنا تستاهل. أنت اليوم يالس تسابق الدول المتقدمة في هذا القطاع، قطاع الفضاء. أنت اليوم يالس تبين للدول مهما كانت جديتك في هذا المجال، تخدم البشرية، انك انت تطلع لنتائج مثل ما بينها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي، اللي هي في الرؤيه لبناء مدينه في المريخ في عام 2117. فانت على اساس انك انت توصل لذيك السنه يتطلب منك انت تعمل دراسات وتعمل ابحاث وتشارك وتشوف شو اللي يقدر يخدم انك انت تبني هذه المدينه في المستقبل لخدمه قطاع الفضاء. اليوم احلامنا ولله الحمد بفضل الله سبحانه وتعالى اصبحت واقع. حلم زايد، طموح زايد، اصبح واقع. يعني نعم يحق لنا الحلم. فلذلك سؤالي الاخير اخوي عبد الله، ماذا يحلم عبد الله الحمادي هو وزملائه الرواد؟ اليوم طال عمرك احنا حلمنا ان مثل ما انت تفضلت وقلت حلم ابونا زايد صار حقيقه. احنا يهمنا ان نمثل الدوله خير تمثيل، طبعا نحقق الاحلام اللي هي ان شاء الله ان شاء الله برؤيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ان تكون هناك مدينة في المريخ. ليش لا؟ اليوم احنا جالسين في هذه التجربة او في هذه المهمة تبين لك ان شو آثار العزل. فان شاء الله باكر هذه العزلة انت بتكون يعني حليت منها 90 او بنقول لك اكثر من 95% في تقليل آثارها. فليش لا؟ باكر احنا نقدر. اليوم الحمد لله وصل عندنا مسبار الأمل لمدار الكوكب الأحمر، باكر ليش ما يكون رائد فضاء من عندنا؟ يعني احنا اليوم علمونا قيادتنا الرشيدة ان ما في شيء مستحيل، كل شيء تقدر تحققه، كل حلم يصبح حقيقة بالله مستحيل. بإذن الله بالله مستحيل، ونحن دولة اللا مستحيل. أتمنى لك التوفيق، وبلغ تحياتنا لأخوي صالح. يعني ما أدري تتكلم وياه ولا لا؟ اي نعم، اكلمه بصفه يوميه الحمد لله. قلت لك انا في مركز العمليات الارضيه اتواصل معاه بشكل يومي الحمد لله، واموره طيبه ويرد السلام عليكم وعلى البلاد كلها، وان شاء الله ارد لكم بالخبر الطيب قريب ان شاء الله. باذن الله باذن الله، كل التوفيق. اخوي عبد الله الحمادي رائد محاكاه الفضاء بمركز محمد بن راشد للفضاء من العاصمه الروسيه موسكو، شكرا جزيلا لك سيدي الفاضل.
الله يحفظكم، مشكورين. نترككم مشاهدينا الكرام مع هذا التقرير، ومن ثم نعود لاستكمال ما تبقى من البرنامج. إلى هناك، هناك في الأعالي أبعد من ذلك كدنا نصل، بل أبعد بكثير. نعم، هنا في الفضاء الواسع. قف تأمل، الإمارات طموحها لا يسعه إلا الفضاء. هي هكذا بجهودها، برؤية قيادتها الرشيدة، تحمل الإنجازات من أرض الواقع لتنطلق بها إلى السماء من دون سقف. وهنا قدمت الإمارات ولا تزال تقدم الخدمات الجليلة لأهل الإمارات والبلد، وأكثر من ذلك للكون أجمع. تفاصيل قدمتها الإمارات بين جهود وإنجازات توجتها بأبناء رواد للفضاء. القطاع الوطني للفضاء تأسس منذ 1997 بشركة الثريا للاتصالات، أول شركة مزودة لخدمات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية MSS، وحلول الاتصالات المبتكرة للعديد من القطاعات بما في ذلك الطاقة والإعلام المرئي والمسموع والنقل البحري والقطاع العسكري ومنظمات النفع العام. تبعتها شركة ياه للاتصالات الفضائية ياه سات عام 2007، موفرة الحلول المتعددة الأغراض للقطاعات التجارية والحكومية عبر الأقمار الصناعية، تشمل خدمات الإنترنت والبث التلفزيوني والاتصالات. ثم مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة التي أضحت الآن صرحا كبيرا باسم مركز محمد بن راشد للفضاء، ليصمم ويبني القمر الاصطناعي خليفة سات الذي أطلق عام 2018، وينفذ مشروع مسبار الأمل لاستكشاف كوكب المريخ في 2020. خطوات لم تتوقف نحو التوهج والتطور، لتؤسس وكالة الإمارات الفضاء عام 2014 لتطوير قطاع الفضاء في الدولة، وإقامة الشراكات والبرامج الأكاديمية والاستثمارات في مشاريع الأبحاث والتطوير والمبادرات التجارية، ودفع عجلة أبحاث علوم الفضاء واستكشافه، محققة إنجازات مهمة ضمن قطاع الفضاء المحلي والدولي، ومن بينها إطلاق خطة استراتيجية شاملة وتنفيذها، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع أهم الجهات الفاعلة في قطاع الفضاء العالمي، فضلا عن إطلاق مجموعة من المبادرات والمشاريع وتنفيذها محليا وإقليميا، استراتيجية هدفها العود بالنفع على الاقتصاد الوطني، لنصل اليوم إلى محطة متقدمة في بناء قطاع فضائي إماراتي قوي مستدام، يدعم ويحمي المصالح الوطنية والقطاعات الحيوية، ويسهم في تنويع الاقتصاد ونموه، ويعزز الكفاءات الإماراتية المتخصصة، ويطور القدرات العلمية والتقنية العالية، ويرسخ ثقافة الابتكار والفخر الوطني، ويرسي دور دولة الإمارات ومكانتها إقليميا وعالميا. اتفاقيات مهمة وقعتها وكالة الإمارات الفضاء مع جهات رائدة في قطاع الفضاء الدولي، مثل وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية جاكسا، ووكالة الفضاء الروسية روسكوسموس، ووكالة الفضاء الهندية، لتنقل الإمارات النجاح إلى الحصول على عضوية مجموعة من المنظمات والهيئات العالمية والوكالات الدولية ذات الصلة بشؤون الفضاء، من بينها عضوية اللجنة الدولية لاستكشاف الفضاء، وهي أول دولة عربية تنضم إلى هذه اللجنة العالمية، وعضوية لجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، وعضوية الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، وعضوية مجموعة مراقبة الأرض المعنية بالتوعية فيما يتعلق بإمكان الولوج إلى بيانات مراقبة الأرض. واليوم الإمارات، ومن خلال تنظيم قطاع الفضاء وهو الأول من نوعه عربيا وإسلاميا، يهدف إلى خلق بيئة تشريعية وتنظيمية في القطاع الفضائي الإماراتي تنسجم مع القوانين والأنظمة الأخرى في الدولة، وتحترم المعاهدات الدولية، وتمتاز بالوضوح والشفافية والمرونة، تحمي مصالح الدولة، وتوفق بين المتطلبات الاقتصادية والتجارية وتشجيع الابتكار من ناحية، ومتطلبات الأمن والسلامة والمحافظة على البيئة من ناحية أخرى. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مستمرون في هذه أو في هذا البرنامج من مسيرة وطن، ولكن فاصل قصير ونعود لمتابعة ما تبقى. ابقوا معنا.
أحبتي في الله، من الذكاء أن تحرص على سلامة القلب. الصبر هو الإيمان، وما أدراكم بالعبادات القلبية. هو في وحي بعد رسول الله عبادة ينظر إليها على أنها نص الدين، ويسود الإنسان بالخير لأخيه الإنسان. تعالوا نتكلم غداً في الأوقات التالية على قناة أبوظبي. ما هي مكونات الشامبو الذي تستخدمينه؟ جديد غارنييه ألترا دو، شامبو وبلسم غذاء الشعر، 98% من أصل طبيعي، غني بالفاكهة المميزة الفائقة الغذاء لتغذية الشعر الجائع، تركيبة نباتية تغذي الشعر دون تصقيله، خالية من السيليكون لملمس طبيعي. جديد غارنييه ألترا دو، روتين غذاء الشعر طبيعي من غارنييه. أهلا بكم من جديد. في عام 2014 في اجتماع مجلس الوزراء، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان حفظه الله يخط في ورقة إحدى الأحلام، وهي إرسال مسبار إلى المريخ. وفعلا تحقق في أرض الأحلام، لا بل أرض الواقع، دولة الإمارات العربية المتحدة ترسل شعلة أمل إلى العالم العربي والإسلامي في يوليو 2020. كان ذلك وتحقق ذلك بإرادة إماراتية خالصة. مهندس عبد الله الشحي، في هذا اليوم هل تحقق حلم العرب، حلم المسلمين كذلك؟ نعم بالضبط. مشروع مسبار الأمل كان هدفه وتسميته بمسبار الأمل كانت أنه يعطي أمل للدول العربية وأيضا للعرب أن في مجال للتطوير، وفي مجال أيضا للبحوث والاستكشاف في مجالات الفضاء وأيضا في مجالات أخرى. فاليوم مسبار الأمل كان بداية لهذا الحلم الذي أعلن عن اسمه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. ونرى اليوم أيضا اهتمام الدول العربية من دخول في مجال الفضاء. أنت من 2016 شغال على المشروع مسبار الأمل، صحيح؟ صحيح. في 2016 انضميت إلى وكالة إمارات الفضاء والتحقت في مع فريق مشروع مسبار الأمل. وكنت أشتغل على الأنظمة الحرارية للمسبار. وإلى اليوم نشتغل على المسبار، توصلنا المعلومات من مسبار الأمل، نحللها. كل الفريق مختص يحلل المعلومات اللي تخص الجزئية اللي هو يشتغل فيها. شو قيمة المعلومات اللي وصلتكم من مسبار الأمل؟ مسبار الأمل والأهداف العلمية اللي وضعت للمسبار كانت مكملة لاستكشافات بدأتها مثلا الدول المتقدمة دول أخرى. فالأسئلة العلمية التي تم وضعها من قبل الفريق العلمي تساهم في أيضا استكمال استكشاف كوكب الأرض وكوكب المريخ، وفهم كوكب المريخ ومدى تغيرات المناخ في كوكب المريخ، وكيف نقدر نربط الدراسات اللي نكتشفها اليوم في المريخ أنه ممكن تصير في الأرض. فهذا يساعدنا أيضا إلى استكشاف للمستقبل، نفهم أيضا من الكواكب الأخرى كيف اليوم الكواكب تتغير. كوكب المريخ كان العلماء يقولون كان في يوم من الأيام يكون فيه ماي، لكن اليوم شو يثبت هذا الشيء؟ هل ممكن يصير لكوكب الأرض نفس الشيء؟ فنحن نحتاج أن ندرس هذه التفاصيل العلمية عن الكواكب الأخرى أيضا لفهم وتطوير تقنيات نحتاجها في الأرض لتفادي هذه المشاكل. وفي شراكة كذلك، يعني المعلومات القيمة اللي نأخذها من مسبار الأمل تشاركونها مراكز أبحاث عالمية ودولية، صحيح؟ نعم بالضبط. فمشروع مسبار الأمل كما تم الإعلان عنه 1000 جيجا بايت من المعلومات العلمية بتم مشاركتها مع الجميع. إلى اليوم تم إطلاق الحزمة الثالثة من البيانات، تقريبا 29 جيجا بايت مفتوحة. المهتمين والعلماء أيضا الباحثين يقدرون يشوفون موقع مسبار الأمل الرسمي في هذه التفاصيل، أيضا تم نشرها أيضا مفتوحة للكل. فعنده اهتمام في البيانات العلمية مفتوحة، وأيضا تم مشاركتها مع المراكز البحث المختصة في هذا المجال. جميل، نكمل حديثنا، ولكن نستأذنك نروح أو نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود لكم مشاهدي الكرام.
يعود تاريخ غزو الفضاء إلى عام 1921، حينها تعمق الإنسان في دراسته واستكشاف أسراره، وأدركت الأمم المتقدمة أن الفضاء الخارجي يضيف بعداً جديداً لوجود البشرية. دولة الإمارات، دولة لا مستحيل، قررت دخول السباق واستكشاف الفضاء في غلوة وزارية استثنائية عقدت في جزيرة صير بنياس عام 2013. انطلقت فكرة إماراتية لاستكشاف كوكب المريخ، تحولت في 16 من يوليو 2014 إلى مبادرة وطنية استراتيجية أعلنها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله، واختار لها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اسم مسبار الأمل. نحن لا نعرف اليأس ولا المستحيل، فلهذا كان الاختيار على الاسم مسمار الأمل. مركز محمد بن راشد للفضاء تلقى التكليف ببدء تنفيذ مشروع مسبار الأمل، وتولت وكالة الإمارات للفضاء الإشراف العام. فرق العمل واصلت الليل بالنهار، أكثر من 450 شخصاً منهم 200 مهندس وخبير وباحث من أبناء الوطن، وضعوا الأفكار، صمموا المعدات الأرضية الكهربائية والميكانيكية وأجهزة الاتصالات، حتى وصلوا إلى الهيكل الخارجي للمسبار. وبفخر وإخلاص وحب صنعت أناملهم أكثر من 60 قطعة ميكانيكية وشاركوا في تركيبها بالمسبار. ومع اكتمال جاهزيته للمهمة التاريخية وفي موكب يليق بأهمية الحدث، نقل المسبار بطائرة خاصة إلى نقطة الانطلاق. وفي 20 من يوليو 2020، من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان، انطلق مسبار الأمل إلى المريخ، ودخل المسبار مدار الكوكب الأحمر في 9 من فبراير 2021 في تمام الساعة 7:45 مساء بتوقيت دولة الإمارات، لتكون الإمارات أول بلد إسلامي وعربي يصل المريخ. نعلن نجاح وصول دولة الإمارات في مدار كوكب الأحمر. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. وعلى الفور بدأ مسبار الأمل مهامه، فالتقط صوراً جديدة للغلاف الجوي للكوكب الأحمر، ورصد عواصف ترابية ضخمة فوق سطحه، محققاً أهدافه العلمية، ورفد العالم بمعلومات جديدة وصوراً لم يسبق أن تم التقاطها للمريخ. مسبار الأمل هدية علمية من الإمارات للبشرية. أهلا بكم من جديد. مهندس عبد الله الشحي، كما سألت رائد الفضاء عبد الله الحمادي، ماذا تحلم أنت كذلك في قطاع الفضاء؟ حلم صراحة دولة الإمارات، حكم الحلم الدولة في هذا المجال حلم كبير. أنا تسألني رأيي الشخصي شو حلمي، حلم دولة الإمارات أن تكون من الدول الرائدة في هذا المجال، والدول الثانية تشتغل مع دولة الإمارات في تطوير مشاريعها. إن شاء الله نحن بادين في هذا المجال وسباقين لكثير من الدول، لكن إن شاء الله الحلم نكون الأول عالميا في مجال الفضاء. أشكرك أنا جزيل الشكر أستاذ والمهندس عبد الله الشحي، رئيس قسم الأبحاث الاستراتيجية بوكالة الإمارات الفضاء. شكرا جزيلا لك سيدي الفاضل على وجودك معنا وعلى إثرائك هذا الحوار. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود لمتابعة مسيرة وطن.
كثير من الناس ما يدركون كيف يدمن الشخص على المخدرات، باعتقادهم أن مدمنين المخدرات هم أشخاص ما عندهم مبادئ، أو أن بإمكانهم ترك التعاطي بمجرد اختيارهم. هم ما يدركون أن إدمان المخدرات مرض معقد، وأن أكثر من مجرد إرادة. هل لك أن تتخيل أن إدمان المخدرات قد يغير شكل دماغك؟ فخلك واعي. واعي الاثنين، العاشرة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي، التاسعة والنصف بتوقيت السعودية، على قناة أبوظبي. حلو اللون ده للعيد، كان نفسي شعري يلمع كده ما يبقاش أشقر باهت. طيب لونيه مع جارنيه كولوناتشوس بثلاث زيوت مغذية، زيت الزيتون المعروف للنعومة، الشيا لللمعان، والأفوكادو للحماية، بتغذي الشعر عند الصبغ للون أروع. واو، إيه الأشقر اللامع ده؟ لون غني وشعر أنعم، شعر متغذي يعني لون أروع. جارنيه كولوناتشوس، والآن 20% عناية أكتر طبيعي من جارنيه. اختاري اللون المناسب لك على موقع جارنيه. منذ افتتاحها عام 2015 تحولت أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك إلى صرح علمي دولي بارز، تستقطب العلماء والباحثين وطلاب العلم المهتمين بهذا القطاع، متضمنة معارض علمية، مراصد فلكية تدعم المعرفة وتخدم البشرية. هي وجهة علمية رائدة في قطاع الفضاء وعلومه، أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، 7 أعوام لصرح عالمي شامل بما يضمه من مختبرات أبحاث ومعارض ومراصد وقبة فلكية، جعلته مرجعا أساسا للباحثين والعلماء، مشجعا معها البحوث وتطوير تقنيات الفضاء السلمية، فيما تستعرض لوحات ومجسمات مراحل رحلة البشرية في اكتشاف الكون وإسهامات علماء المسلمين في مجال الفلك. تتميز أكاديمية الشارقة لعلوم تكنولوجيا الفضاء والفلك بكونها منارة علمية في هذا المجال، وذلك لما تحتويه من أقسام مختلفة. فمثلا عندنا قسم القبة الفلكية، وهي من خلال هذا القسم نحاكي سماء الإمارات، بالإضافة إلى ذلك قسم المرصد الفلكي، مرصد الشارقة الفلكي، حيث يتكون من عدة تلسكوبات ترصد أجرام سماوية معينة. وهناك أيضا قسم المختبرات والمشاريع البحثية، وهناك أيضا مشروع شبكة الإمارات لرصد الشهب الذي يتكون من 3 أبراج في الشارقة وفي اليحر وكذلك في ليوا. وهنا مرصد الشارقة الفلكي التابع للأكاديمية، الذي يعد مرصدا دوليا موثقا مسهما في نشر المعلومات العلمية والمشاريع البحثية المختلفة كرصد النجوم والمجرات وتحديد عمر المجموعات النجمية. أما هذه المجموعة الفريدة من النيازك فتضم 8000 نيزك من مختلف الأنواع والمصادر العالمية. عادة تصنف النيازك على أنها نيازك صخرية، نيازك حديدية أو نيازك صخرية حديدية، بالإضافة إلى النيازك القمرية والنيازك المريخية. ليش نحن مهتمين بدراسة النيازك؟ لأن النيازك تعتبر أقدم سجل تاريخي شهد على نشأة النظام الشمسي وتكوينه. فبدون النيازك وبدون دراستها نحن ما بنعرف كيف تكون هذا النظام، ولا بنعرف كيف استوت الكواكب. تطرح الأكاديمية عددا من برامج الدراسات العليا، وتقدم عبر مختبراتها ومراكز بحثها العلمية فرصة لإثراء المعرفة وإعداد جيل إماراتي قادر على إدارة قطاع الفضاء وعلومه. بما تملكه من إمكانات علمية وتكنولوجيا متقدمة، تعزز الأكاديمية مكانتها مركزا عالميا في مجال الفلك وداعما رئيسا لقطاع الفضاء في الدولة. لمركز أخبار قنوات أبوظبي، أحمد الطنيجي،
الشارقة. أذهب مباشرة إلى الشارقة عبر مايكروسوفت تيمز والدكتور مشهور أحمد الوردات أستاذ الفيزياء الفلكية في قسم الفيزياء التطبيقية وعلم الفلك بجامعة الشارقة. دكتور أسعد الله مساك. الله يسعد مساكم، بارك فيكم ورحب بالجميع. دكتور، إلى أي درجة من الأهمية وجود هذه الأكاديميات والمؤسسات المعنية بقطاع الفلك في دولة الإمارات وفي عالمنا العربي كذلك؟ بارك الله فيكم وشكرا على هذا السؤال الرائع الذي يضفي الضوء ويلقي الضوء على مثل هذه الأكاديميات وهذه المؤسسات التعليمية التي لها دور هام في تنشئة الجيل الذي سيحمل على عاتقه التكنولوجيا والعلوم في مجالات علوم الفضاء والفلك. فنحن هنا في أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك التابعة لجامعة الشارقة نقوم على بناء الإنسان الذي سيحمل على عاتقه هذه المهمات، مهمات استكشاف القمر، مهمات استكشاف المريخ مستقبلا، مهمات إن شاء الله إطلاق الصواريخ والأقمار الصناعية. نحن بحاجة إلى كفاءات بشرية، لدينا الحمد لله الكثير من المهندسين والكثير من المتخصصين في هذه المجالات ونريد المزيد. فأنشأنا عدة برامج، منها برنامج الماجستير في علوم الفضاء والفلك، وبرنامج نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، برنامج قانون الجو والفضاء، وإن شاء الله قريبا برنامج في الايروداينامكس. هذه البرامج تستقطب الطلبة من المواطنين ومن الوافدين المقيمين في الدولة وتؤهلهم بتدريبهم وتدريسهم عبر هذه الكورسات والمساقات التي طرحها الجامعة والأكاديمية بمختبراتها وبأساتذتها ليصبحوا مؤهلين للعمل في أي مركز لعلوم الفضاء والفلك في الدولة. ابقى معي دكتور مشهور، أذهب إلى ضيفي كذلك وأرحب بالدكتور حمد المرزوقي مدير مشروع الإمارات لاستكشاف القمر عبر مايكروسوفت تيمز. دكتور حمد أهلا وسهلا بك. أهلا أخوي أحمد ومشكور على الاستضافة. يعني دكتور، مستكشف راشد لاستكشاف القمر، المهمة العربية العلمية الأولى من نوعها، أين بلغت الاستعدادات؟ الحمد لله في الوقت الحالي فريق المستكشف راشد مشروع الإمارات لاستكشاف القمر موجود في مدينة تولوز الفرنسية لإجراء الاختبارات النهائية على المستكشف والنموذج النهائي اللي بيتم إرساله إن شاء الله إلى سطح القمر مع نهاية العام الحالي. الاختبارات هذه تتضمن اختبارات حرارية في بيئة تحاكي بيئة الإطلاق وبيئة الرحلة إلى القمر وبيئة سطح القمر، وكذلك اختبارات الاهتزازات اللي تحاكي بيئة الإطلاق للتأكد من سلامة التصاميم والعمليات للوصول بشكل آمن وسلس إلى سطح القمر. يعني دكتور خلنا نتحدث أن في تحديات وصعوبات محتملة كما تم نشرها، منها صعوبة الهبوط على سطح القمر في ظل البيئة القاسية اللي ينفرد فيها هذا الكوكب، إلى أي مدى سيؤثر هذا الأمر برأيك وكيف جهزتم هذا المستكشف للتعامل مع هذه التحديات؟ طبعا مهمات الهبوط إلى سطح القمر عادة تكون مهمات ملفوفة بالمخاطر، نسبة نجاحها ما تتعدى 45%، فبالتالي المهمة صعبة وعملية الهبوط نفسها عملية صعبة، والكثير من المهمات في السابق فشلت في مرحلة الهبوط. طبعا الفريق أخذ كل الاحتياطات اللازمة، نحن درسنا منطقة الهبوط درسناها بشكل دقيق واخترنا منطقة الهبوط نتأكد أن أو نزيد نسبة نجاح المهمة بشكل كبير، ولكن طبعا نتوقع مفاجآت، نتوقع وقت الهبوط ممكن تحدث أمور ما تكون أو ما قدرنا نشوفها خلال الصور اللي خذيناها عن طريق الأقمار الصناعية اللي تدور حول القمر، فبالتالي المفاجآت هذه متوقعة
والمستكشف تم تصميمه لدرجة أن مع وجود الاحتمالات هذه والمفاجآت هذه أن يقدر يتخطى العقبات هذه. في النهاية مهمة فيها مخاطر، ونحن الفريق سوى كل الاختبارات اللازمة حسب أن نقلل المخاطر هذه ونزيد نسبة نجاح المهمة. وانتو قدها يا دكتور. أذهب إلى الشارقة دكتور مشهور، للأسف الوقت يداهمني ولكن في أقل من دقيقة دكتور، يعني هذه المحطات وأنا أتحدث عن محطات في تاريخ دولة الإمارات المعني بالفضاء، هزاع المنصوري، مسبار الأمل، واليوم مستكشف، ويوم عن قريب بإذن الله حزام الكويكبات. هذه المحطات إلى أي درجة من الأهمية تكون رافد لكم على الجانب الأكاديمي كذلك؟ بارك الله فيكم. صراحة هذا موضوع مهم جدا. نحن نريد من الطالب الدارس سواء في مرحلة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه إن شاء الله قريبا أن يجد هنالك مراكز للتدريب وللتشبيك معها لاكتساب المهارات العملية لما يدرسه نظريا. فهذه المراكز مثل والتي تقع تحت مظلة وكالة الإمارات للفضاء مثل مركز محمد بن راشد للفضاء والمراكز الأخرى في الدولة، كلها تتضامن معا وتكمل دورها بعضها البعض، بحيث نحصل ومستقبلا نستطيع أن ننشئ ويكون لدينا جيل متمكن من كل هذه التقنيات ولديه الخلفيات العلمية والكفايات اللازمة للضلوع بهذه المهام. فهي مهمة جدا ونسميها كورن ستونز في مرحلة دخول الدولة إلى مصاف الدول المتقدمة والتي تعمل في مجالات الفضاء، وإن شاء الله نتطلع إلى ما هو أكبر من ذلك، إلى إنشاء منصات إطلاق مستقبلا في الدولة، بحيث يكون الإطلاق من هنا، الصناعة هنا، والإطلاق من هنا، والتحكم هنا، كل شيء هنا بشكل كامل إن شاء الله تعالى، ولدينا الشباب القادر والمؤهل على ذلك بإذن الله. الدكتور مشهور أحمد الوردات، أستاذ الفيزياء الفلكية في قسم الفيزياء التطبيقية وعلم الفلك بجامعة الشارقة، شكرا جزيلا لك، والشكر كذلك موصول إلى الدكتور حمد المرزوقي مدير مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، شكرا جزيلا لكما، نتمنى لكم التوفيق بإذن الله في جميع المهام الأكاديمية والتطبيقية كذلك. إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، لكن مسيرة الوطن لا تنتهي أبدا، تلك المسيرة التي ترسم تفاصيل المستقبل قبل الوصول إليه. لقاؤنا بإذن الله يتجدد.